قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. والله يا خاوتي وش نقولكم من الاخر تبون مريض تاع الصح هب لهم ممساك العياشة راهم في حالة راهم في حالة. شفتوا هذاك الاستقبال اللي داروا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة وين كربهم ومدلهم جوائز مالية. المهم كان فيه عدة أمور على بالي الجزائريين كامل ما انتبهوا لهاش، ولكن في هذا الفيديو راح نكشفوا هذه الأمور. اطغوا على الفيديو هذا باللايكات خليوه يوصل لكامل الجزائريين باش يشوفوا كيف ترد الدولة الجزائرية على قناة شوف تي في وعلى إعلام المخزن المنتن يا خاوتي اللي عندهم إلا الإعلام فقط، احنا يتع أفعال من الأخر. المهم يا خاوتي تكريم رئيس الجمهورية للاعبي المنتخب تاع أقل من 17 سنة ما كانش راح يكون يعني لولا تلك الحملة الشرسة من قبل الخنزين تاع الإعلام المخزني. يعني منتخب تاع أطفال تاع دولات صغار يعني ما زالوا كيما نقولوا في التكوين تاعهم وكذا. المهم دار لهم حفل يعني أسطوري من الأخر استقبلهم بشكل عادي جدا كشغل راهم كبار كشغل راهم رجال، وفي حقيقة الأمر هم رجال الجزائر شرفونا وجابونا الكاس. المهم أول لقطة يعني لفتت الانتباه تاعي تعامل رئيس الجمهورية مع لاعب مسلم أناطوف يا خاوتي ابن ولاية تندوف، لنوجه لهم كامل تحية لسكان ولاية تندوف، يعني واحد التعامل خاص جدا عكس اللاعبين الآخرين يا خاوتي. شوفوا مليح يا خاوتي. أحسن لاعب في دورة كأس العربي للناشئين لأقل من 17 سنة مسلم أناطوف لاعب الهجوم. يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. قائد فريق المنتخب الوطني المتوج بكأس العربي للناشئين لأقل من 17 سنة فايز عمام. كما شفتوا يا خوتي استقبال رئيس الجمهورية للاعب مسلم أناطوف، هو يضحك معاه هو يقصر معاه ويبتسم معاه بشكل يعني رائع جدا. رسالة مباشرة للمخازنة بأن تندوف جزائرية 100% واللي خلط معانا يخلصها غالية هذه هي. المهم يا أخوتي كان واحد الفيديو أيضا لدار حالة عجبني بزاف، وواحد الفيديو على بالي بزاف منكم ما لاحظوش، واللي هو تسليم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الكاس يعني للاعب مسلم أناطوف بالتحديد. شوفوا مليح يا أخوتي. رفقة أحسن لاعب في الدورة الرابعة لكأس العربي للناشئين مسلم أناطوف. كما راكم تشوفوا يا خاوتي هذه اللقطة على بالي ما شفتوهاش، ولكن لقطة مهمة جدا في هذا الحفل تسليم الجوائز لأنه له دلالة ثانية كبيرة بزاف عند تسليم اللاعب مسلم أناطوف للكأس وهو اللي حمله ورئيس الجمهورية يضحك معاه ويقصر معاه. المهم تقولوا لي كيفاش تأثروا المراركة بهذا الحفل. شفتوا يا خاوتي الإعلام المخزني وعن طريق قناة شوف تي في ما حملوهاش. حبيتوا تعرفوا علاش ما حملوهاش؟ شوفوا مليح هذا المنشور من قبل قناة شوف تي في. شوف تي في وش داو كأس العالم؟ عبد المجيد تبوني استقبل لاعب المنتخب الجزائري للناشئين وقدم ليهم مكافأة مالية بعد الاعتداء الوحشي والهمجي اللي قاموا به ضد المنتخب المغربي. شوفوا يا خوتي يعني شوفوا مليح، داروا صورة ديزاين بليان شباب كلش، ولكن الصورة اللي خيروها ما خيروش تاع مسلم أناطوف، على بالي وجحهم على بالي تبون قاسهم في الصامين. راهم في حالة والله يغيظوا. شوفوا يعني الدناءة والانحطاط
يقومون بنشر زعمة مقال ومنشور في شوف تي في وقال لك تبون استقبلهم بعد الاعتداء الهامشي الهامجي، رغم أنه على بالهم باللي هما الغالطين وعلى بالهم باللي هما يستاهلوا السقلة من عند الجزائري. هذا المنشور لاقى تفاعل يعني كبير بزاف من طرف المراركة بالطبع، أي حاجة فيها الجزائري يا خوتي راح يكون فيها تفاعل من الاخر، لذلك يستهدفون الجزائر بشكل كبير. شوفوا مليح هنا عندهم 10,000 يعني جام، ايضا 7,000 كومنتار و104 بارطاج. كون نروحوا فقط للمنشور اللي فوقه يا خاوتي نلقاو 110 جام، راكم تشوفوا 110 جام 13 كومنتار و4 بارطاج. فهمتوا الان علاه يستخدموا اسم الجزائر هذه القناة الخنزة. المهم ضربة معلم من عند رئيس الجمهورية تبون، لنوجه له تحية على كل يعني هذه الخراجات البطولية. هذه خراجات جاءت ردا على هذوك الخنزين، لو كان صدقوني ما داروش الحملة الإعلامية القاذرة هذيك ما كانش رئيس الجمهورية راح يكرمهم بتلك الطريقة. ولكن الآن لازم نوقفوا مع أولادنا ولازم نكرموهم ونمدوا لهم دراهم، خي دراهم دراهمنا دراهم دراهمنا، راهم في حاله مساكن. قال لك كيفاش يمد لهم جائزه ماليه وهم عطاونا طريحه؟ ايه نمدوا لهم دراهم تاعنا، دراهم جاونا من الغاز من البترول من الخيرات اللي كاينه في بلادي. فواش دخلكم واش دخلكم هيا واش دخلكم يا المنتن يا مطيشه يا مهطيشه، واش دخلك؟ علاش تدخلوا في امور خطيتكم؟ علاش تحبوا تديوا السقله سواء في الميدان ولا خارج الميدان، سواء في الاعلام ولا في السبور في السياسه؟ او ما تدخلوش في حاجة تخصنا احنا جزائريين يا اخويا. ولادنا ربحوا، حبينا نكرموهم تكريم تاع ابطال، تالونا عندكم مشكل؟ مش انتم استقبلتوهم بالواحد؟ استقبلوهم يا خوتي بكل واحد راحوا للدار تاعو وسمعوا والديه سمعوا باباه يمه. او مش بيكم خاصة يا خوتي الحارس هذاك، الحارس هذاك داروه بطل من الاخر. دوك كنت روحوا خوتي عندهم في المغرب راح تلقاوهم نصبوا له تمثال ورام يعبدوا فيه. علاش؟ لانه هو اللي تسبب في هذا المشكل اللي بسبته قناة شوف تي في استغلت الامر من اجل ربح شوية مشاهدات ولجام. والسلام عليكم، هذه هي يحشيوا للشعب تاعهم ويبيعوا لهم الاوهام بالطبع. تحيا الجزائر دائما وابدا، تحيا الجزائر دائما وابدا، ونبقوا العقدة تاعكم الى يوم يبعثون. الجزائري هو عقدتكم الى يوم يبعثون، وكل يوم نتأكد يا خوتي باللي راهم صح مراض بينا، راهم هابل بينا. روحوا شوفوا مليح القنوات الجزائرية إذا لقيتهم تكلموا على استقبال لاعبين المغاربة ولا مع لباليش، ما كانش تماما، ما يهمهمش يحكيوا عليهم خلاص، ما همش مقيمينهم خلاص، ولكن العكس تلقاهم هما يتكلموا علينا ومراض بينا. المهم تحية الجزائر وتحية للاعبنا القدير مسلم أناطوف. يا سلام خوتي. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.